حد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وادور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي اشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجه ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتيه؟ طب وسمعتها ايه دي؟ محترمه ومتدينه تعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعة. انت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتوي فيه لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. متزعمش قوي كده يا زميلي. لا ده تزعم براحتك. اتقمت عليا ولا ايه؟ اهو المنتهى لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. ليلتك كويسه. شوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربد عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. هو في ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنى؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما بتفتحوش خالص. فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير انا اللي اسال بس. خلاص. طيب حاضر انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مميز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مميز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخي؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول. وموبايل البت عسليه عامله له نمره قافلاه. عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغاله فيه البت عسليه؟ يا اخويا اعرفه ورا الشيخ زايد. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحب يا اخويا نروح لها؟
بنت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعه ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعه ونص بهرب في الشوارع من الحكومه. الحكومه كانت ماشيه وراكي؟ ايوه، بولاقه كلها ملغمه مغبرين. الولاية منيزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجه عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعه ما سيبنا بولاقه ما عتبناهاش انا وانت. ايه المصيبه دي؟ بقى احنا نهرب من المصيبه، تجي لنا مصيبه اكبر. نعم؟ مصيبه ايه يا فتون؟ مصيبه ايه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكره امين الشرطه اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني اكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين ان احنا عندك هنا؟ لان انتوا ضحكتوا عليا يا استاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاقه على عمايه، فاضطريت اقول له ان انا صاحبه فتون وعسليه. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي، انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ برايا فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبك ويعمل معاكوا جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل يا فتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت بتطلعي على بحر بداني المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت اتوضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى بقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحي. امين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. إلهي يا رب يوصلك على مرني. استغفر الله العظيم يا حبيبتي، انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. طب يا اصلي فين يا حاج؟ بصي يا حبيبتي، اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر، عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوك. لا قوه الا بالله. باشا، حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا، ما عندناش الاسم ده. يا عم أنا متأكد إن هي شغال عندكم. بقول لحضرتك إيه، أنا مش طاقس تكسير في الدماغ، أنا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك إيه، اتكل على الله روح دور عليه في حتة تانية. خلاص يا عم بالراحة يا عم. أهلا 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 أهلا، سعادة البيت. اتفضل يا بيت. إيه ده إيه ده إيه ده؟ يا راشد عامل إيه؟ إزيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين. اهو شفت، مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف ان اسمها عسليه. انا ما اعرفش ان اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها. يعني هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقولك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجة حلوة. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجة كلمني.
حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجة؟ ماشي، خلي بالك على نفسك بقى.